تطبيق كاميرا لأجهزة الآيفون مجانا لوقت محدود. فكرة جدا بسيطة، عبارة عن كاميرا عادية ولكن مزودة بفلاتر بالأسفل. لو ضغط هنا حيظهر معاك عدة الفلاتر، تقدر تختار أي فلتر. والمميز بهذا التطبيق بعد التقاط الصورة أنه بيعطيك التاريخ على الصورة بهذا الوقت. طبعا هذا ميزة تقدر تطفيها من إعدادات التطبيق بالزاوية، وتقدر تقفل اللي هو خيار التاريخ.